إنني أتمنى أن تكون هذه المبادرة جواباً على القلق الذي يسكن نخب بلدينا من مستقبل المنطقة المجهول، ولا تزل ترن في أدنى كلمات أخي الأخضر الإبراهيمي القلقة التي قالها في الربيع، كيف أنه ينسنا كشيء بعد فشلنا في تحقيق حلم المغرب الكبير. وأتمنى أن جيل القادة الجدد في بلدنا سينجزون المهمة تلك بأصرار ويقين وصبر.